أبنائنا المحبوبين الكهنة والشعب والشمامسة والخدام في إبرشية هولندا وفي أنتوهربا، بسبب انتشار فيروس الكورونا في هولندا وظهور بعض الحالات، حبينا ان احنا ناخد احتياطات في الكنائس بتاعتنا في أثناء صلاة القداس. أول حاجة أرجو أن أي واحد من أفراد شعبنا يحس أنه يعني واخد برد أو حرارته ارتفعت أو عنده مشاكل في الجهاز التنفسي أو أي حاجة، يفضل أن هو يرتاح في البيت ويبلغ الهاوس أرتس، وما فيش داعي أنه هو يتعب ويجي الكنيسة لأن ممكن يبقى عرضة أنه هو يصيب الآخرين. تاني حاجة، أثناء التناول هنمنع استعمال اللفايف بتاعت المناولة، منديل المناولة اللي بنستعمله، لو كل واحد عنده حاجة في البيت يجيبها معاه ويحطها في جيبه ويرجعها، تبقى خاصة بيه هو ما يسيبهاش. كمان السيدات ياريت ما يستعملوش الغطاء الرأس العام اللي في الكنيسة، كل واحدة تجيب غطاء الرأس بتاعها معاها في شنطتها تستعمله وتاخده معاها وهي مروحة. كمان بالنسبة لصرف المناولة، يفضل ان ما نستعملش كوبايات ازاز او شفاشق كبيرة او حاجات زي كده، يعني ياريت كل واحد يجيب معاه ازازة مية ويستعملها وياخدها في جيبه معاه ويروحها، محدش تاني يستعملها غيره. وبعض الكنائس اللي بتستعمل كوبايات بلاستيك صغيرة يحطوا سلة مهملات، واللي يصرف كوباية بلاستيك يرميها فورا لا يعاد استعمالها. كمان برجو من أفراد شعبنا أن هو في أثناء هذه الفترة الحرجة، يعني يكفي أن هو ما فيش داعي للسلامات والقبلات، يعني يكفي أن احنا نحيي بعضنا بالانحناء كده، نضع يدين على صدرنا وننحني قدام أحبائنا وإخواتنا في الكنيسة. حتى الأب الكاهن لما نحب نحييه ما فيش داعي لقبلة اليد، نحييه بوضع اليد على الصدر والانحناء زي أسبوع الألام، طقس أسبوع الألام. ونصلي أن ربنا يحفظكم ويحفظنا من كل شر ومن كل وباء، ويحميكم من الأخطار المحيطة بنا.